قصفت طائرات الميغ الروسية الصنع التي دفع شعبنا ثمنها من دمه وحليب أطفاله، قصفت الأحياء المدنية بشكل يومي ومتوحش. حاول النظام العبث اللامسؤول بالنسيج الوطني السوري وأوهم الكثيرين أنه مفتاح الأمن للجميع، متناسيا أن سوريا وشعبها وجدا منذ وجد التاريخ، وتاريخنا لم يبدأ بحزب البعث، وإن كان من ندبة سوداء في تاريخنا فهو هذا النظام وحده. سوريا لب العالم وروحه، وحاول النظام ببدائيته طمس كل معالم حضارتها ووضع أبنائها في مواجهة بعضهم، بل محى من مناهج التعليم أسماء الآباء المؤسسين لاستقلال سوريا الحديث كالسادة هاشم الأتاسي، إبراهيم هنانو، خالد العظم، فارس الخوري، شكر القوتلي، ظاناً بعربدته أنه سيطفئ نور الشمس. وليسقط هذا النظام غير المسبوق في همجيته، ولتكون هناك قيادة شرعية للشعب السوري يعبر عن أهدافه وآماله. ولد الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة ليعيد الأمل والبسمة إلى أبناء شعبنا. ولد من رحم معاناة لا تنتهي، ويضم قوى كثيرة وستنضم إليه قوى أخرى. نرحب فيه بإخواننا الكرد الذين أتوا البارحة شركاء أعزاء في ائتلافنا وفي بناء وطن حر كريم يحافظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا. إن هدف الائتلاف هو إسقاط النظام ثم التهيئة لمؤتمر وطني جامع يسير بسوريا نحو مستقبل واعد. عند تلك اللحظة سيحل الائتلاف ذاتياً، وكلنا ثقة بأن أبناء وبنات سوريا قادرون على قيادتها لتستعيد مكانتها العربية والإسلامية والدولية. إنما نريده لسوريا هو مجتمع آمن متعدد أساسه العدل والمساواة في الحقوق والواجبات واحترام حقوق الإنسان والمحافظة على النسيج الاجتماعي والثقافي المتنوع والفريد. وإن سعينا إلى إسقاط النظام وتفكيك بنيته الأمنية لا يعني أبداً تقويض بنية الدولة، فالنظام الفاسد يجب أن يرحل، ومؤسسات الدولة ملك للشعب الذي نطالبه بالمحافظة التامة عليها، فقد دفع ثمنها من دمه وعرقه. إن المخلصين لشعبنا يعملون بجد من أجل قضيته، وقد حققوا مكاسب كثيرة، منها سحب مشروعية النظام الدولية وحشد الدعم السياسي لاقتلاعه وإنشاء أعمال إغاثية واسعة توجت بوحدة الدعم الإنساني، وكلها تبقى أقل من المطلوب بسبب التخريب الهائل الذي قام به النظام. كما شكلت قيادة عسكرية مشتركة تقودها كفاءات عالية مخلصة، نبارك لهم جهودهم في الدفاع عن شعبنا ليكونوا نواة جيش وطني قادم. وهناك هيئات قضائية وإغاثية وشرعية تعمل في ظروف بالغة الصعوبة. آن للمجتمع الدولي أن يتخذ خطوة حاسمة تجاه النظام، فقد كفى شعبنا أن يذبح ويهجر في المنافي، بل يموت أطفاله من البرد في المخيمات، وتغتصب بناته، ويعدم شبابه، وتهدم بنيته. في ظل هذه الظروف وفي هذا المؤتمر الجامع يطالب الائتلاف المجتمع الدولي بأداء واجباته الدولية والأخلاقية والإنسانية لشعب لا يطلب صدقة بل استحقاقا دفع ثمنه غاليا جدا من دم أحراره وحرائره، بل من عيون أطفاله. مطالبنا هي: أولا، أن يعتبر الائتلاف هو الممثل الشرعي للشعب السوري وأن يعطى كافة الصلاحيات المترتبة على ذلك. ثانيا، تقديم دعم مالي وصحي وإغاثي عاجل لتخفيف المعاناة الطويلة المتفاقمة كل يوم. ثالثا، إنشاء صندوق دعم مفتوح لإعادة الإعمار وتجديد البنية التحتية لسوريا وتقديم كل أنواع الدعم الفني للبناء. رابعا، الاعتراف بحق الشعب السوري في الدفاع عن نفسه بكافة الوسائل الممكنة. خامساً، تجميد أموال العصابة الحاكمة في كل الدول والتي هي الأموال المنهوبة للشعب السوري لوضعها من أجل الإعمار والبناء القادم. سادساً، إعداد الملفات اللازمة لتقديم المسؤولين عن الأعمال الإجرامية في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية.
سابعاً، نطالب كل دول العالم بتسهيل إجراءات الإقامة والتنقل والعمل للسوريين، إضافة إلى أمور التعليم والطبابة قدر طاقتها، ورعاية الجاليات السورية التي لم يبقى فيها بيت دون أسير أو شهيد أو مهاجر. كما نطالب كافة السفارات السورية في الأرض بالاستجابة إلى حاجات السوريين وتسهيلها. هنالك مسائل أخرى يجب ذكرها. أولاً، إننا نحمل المجتمع الدولي وخصوصاً روسيا كامل المسؤولية في حال استخدم النظام الأسلحة الكيميائية ضد شعبنا، ونطالب روسيا برفع كامل الغطاء السياسي وإيقاف أي دعم عسكري للنظام. وكنا نتوقع منها أن تبقي ولو خيطاً بسيطاً من العلاقة مع الشعب السوري الذي يرغب بعلاقات متوازنة ومتكافئة مع كافة دول العالم، فهو من مؤسسي حركة عدم الانحياز وسيستعيد دوره فيها. ثانياً، نرفض تماماً تدخل أي قوات أجنبية، وإن شعبنا يسأل لماذا السكوت عن ذبحنا لمدة 20 شهراً ثم الكلام عن هذا الموضوع الآن. في نفس الوقت أقول لشعبنا المرابط، إن وعيكم وحرصكم على عدم حصول نزاعات طائفية أو مقدمات لحرب أهلية هو وحده الضمان لمنع دخول أي قوات أجنبية. ثالثاً، أوجه رسالة مباشرة إلى الإخوة العلويين ونقول بكل صراحة، إن الثورة السورية تمد يديها لكم فمدوا أيديكم لها، وابدأوا العصيان المدني ضد النظام، فقد ظلمكم كما ظلمنا، وبلغ من توحشه أنه وضعكم في الواجهة لتبرير جرائمه. امتنعوا عن الاستجابة لأوامر وإيحاءات النظام، إن ديننا وأخلاقنا وحياتنا كلها تقرر أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. رابعاً، نطالب النظام الإيراني بسحب كافة خبرائه من سوريا، كما نطالب قيادة حزب الله بسحب أي مقاتلين لها إن وجدوا في سوريا، فدماؤهم لا يجوز أن تسفك في الدفاع عن نظام أرعن فرعوني. خامساً، أريد الكلام عن أمر حساس لكل الأطراف، وأجد من الضروري أن أصارح شعبنا به. إن الرئيس هاشم الأتاسي قد ذهب مع وفد من كبار الشخصيات الوطنية إلى باريس، وبقوا أشهراً للمفاوضات حول استقلال سوريا، وذهب فارس الخوري إلى سان فرانسيسكو ليشرح معاناة شعبنا. إننا لم نذهب حتى الآن إلى الولايات المتحدة، ولم نعقد أي اتفاقات سرية أو علنية معها، ولكنها بحكم مسؤوليتها الدولية تقوم باتصالاتها السياسية مع مختلف دول العالم للبحث عن أفضل التفاهمات لإنهاء محنة السوريين. وخلافنا في وجهات النظر مع الولايات المتحدة في العديد من القضايا لا يمنعنا من رؤية الجانب الإيجابي في تحركها تجاه شعبنا، وآخرها اعتراف الولايات المتحدة بالائتلاف الممثل الشرعي للشعب السوري. ولقد قلت أكثر من مرة أنني لاحظت دمعة في عيني الرئيس أوباما وهو يشكر في حملته الانتخابية طاقمه، وهذا يدل على حبه لشعبه ووفائه للعاملين معه، وهذا يعني أيضاً أنه يقدر حب الشعوب لأوطانها وعشقها للاستشهاد في سبيلها. وتبعاً لذلك أقول بكل شفافية، إن القرار باعتبار إحدى الجهات التي تقاتل النظام جهة إرهابية تلزم إعادة النظر فيه. إننا نعشق بلادنا بجنون، وقد نختلف مع بعض الجهات في أفكارها ورؤيتها السياسية والفكرية، ولكننا نؤكد أن كل بنادق الثوار هدفها إسقاط نظام طاغوتي مجرم. إنه لا يعيب أحداً أن يكون دافعه إلى تحرير بلاده هو الدين، فالدين الذي لا يحرر الشعوب ولا يقوض الظلم هو دين زائف. وكون الحراك العسكري إسلامي اللون بمعظمه هو شيء إيجابي، فالشهادة في سبيل الله طالما كانت هي المحرك الرئيس لحرية الإنسان. في سوريا لست أخاف على مسلم وعلى مسيحي أو على مسيحي، أخاف على شيء واحد هو الإنسان أن تمتهن كرامته، لأن الإنسان أمرنا الله سبحانه بتكريمه بعد إذ كرمه، فقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. إننا بكل وضوح ضد كل فكر تكفيري، إننا ضد كل فكر يستبيح دماء الناس وكل فكر يريد أن يفرض بالقوة رؤيته على الجميع، كما أن النسيج الاجتماعي لسوريا خط لن نسمح لأحد بتجاوزه، وإن ضمائر الناس لم تعد تتحمل التوحش الذي يقوم به النظام. وليس سراً أن آخر التقارير تحدثت عن استشهاد آلاف الأطفال، منهم حوالي 300، أكثرهم تحت العاشرة من عمره،
استشهدوا بالتعذيب حتى الموت في أقبية النظام. أخيرا أقول يا قادة العالم وحكامه، لقد تعبت الشعوب من الحروب والدماء، وآن للمجتمع الدولي أن يتفاهم على أسس إنسانية جامعة تتجاوز المصالح السياسية إلى المصالح الإنسانية. لسنا نؤمن بالعنف ونعتقد أن الكلمة أقوى من النار والحديد، ولقد زال كل فرعون في الأرض وبقيت كلمة الله هي العليا. إنني أشكر باسم الشعب السوري كل الحكومات والمنظمات والشخصيات التي تساهم في دعم شعبنا، وأخص المملكة المغربية وجلالة الملك محمد السادس بذلك، وأقول لشعبنا يا شعب سوريا الصابر، مزيدا من الصبر والتعاون. لقد كان حلم كل واحد منكم أن يزور جاره وأخاه وأن يعانقه ويقول له أنا أحبك، دون أن يعتبر ذلك مؤامرة على الدولة أو نيلا من هيبتها أو إساءة إلى الأمن الوطني. لقد اقترب يومكم يا أهل سوريا، أحييكم جميعا، مدنيين وعسكريين، عاملين في الإغاثة والأعمال المدنية، مرابطين في المهاجر والمنافي. أحيي المرأة السورية العظيمة التي كان لها الفضل الأول بعد الله في استمرار الثورة وصبرها العنيد، وأقول بكل صراحة لولا المرأة السورية لانكسرت الثورة من أيامها الأولى. أحيي جيشنا الحر وقيادته الشجاعة، أحيي شعب سوريا الذي يملك من الحب ما يمكن أن يمد العالم كله بالدفء والحياة، ويا شعب سوريا إن الفجر قريب، وأستودعكم الله، والسلام عليكم. إذن تبعنا كلمة معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني.